خالي عايز ايه يا هادي؟ عايز 10 جنيه بس عشان اصور ورق. عندك روح هناك بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعه لي. استنى عندك. ايه يا خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسح وهتقعدوه خلاص؟ انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص خلاص خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هادي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا حبيبتي. يا كريم رزق يا كريم. الراجل قلبها يا عماره يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. اقول لي يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه، حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ؟ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثه جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حصوه؟ اتنزلت ايه؟ دي استعاره. استعاره عشان خاطر بنته الممدوحه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي وراهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. اه التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. اه وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص. خلاص بقت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح، انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. انت هتهجس تقول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعه. اه يا حصوه الكلب. انا هفرغك نفسي. انا عكيش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت يا ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بتلو افتح عليها كلها شغف وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيك يا اخويا؟ رعدوه رعدوه في الثلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ امر يا عم الناس. جالي ترطيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ اه. ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ ها؟ عفوي عفوي يا عكسه. لا 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 بص 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 وحياه امك ما تعملش حاجه وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. مش هيقدر يعمل اي حاجه.
الياضة انت اللي تعالى. هو مرتعاتك انت مشجع الياضة؟ لا حضرتك بص انا خلقة ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحارة هتلاقي كل انواع الرذيلة موجودة في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حارة على مستوى الخريطة بتاعت مصر موجودة هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في قلب الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى. وانت مال اهلك ما ترد على بص يا بنت الكلب وغنيته البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخ وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه.